ठीक है आओ मेरे पास مع فداءة السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل وأهلا بكم عبر جولة ضمن أهم المقالات الصادرة في صحفنا لنهار اليوم الخميس. ونستهل جولتنا من يومية المساء التي أوردت خبر مقاضاة حصاد لمتهم الحموشي بالتعذيب واتهامه لهم بالتشويش على الأجهزة الأمنية. ومما جاء في الخبر في تطور جديد لقضية استدعاء القضاء الفرنسي لعبد اللطيف الحموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطنية، كلف وزير الداخلية محمد حصاد باسم الدولة المغربية محامين بمباشرة متابعة قضائية ضد مقدم شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة ساميين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب، حيث اتهم الوزير أصحاب هذه الادعاءات بمحاولة التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية. تفاصيل أوفى عن الموضوع تقرؤونها في يومية المساء. كيري يزور المغرب مطلع الأسبوع المقبل ويلتقي الملك، عنوان تطالعونه ضمن يومية أخبار اليوم المغربية التي تكتب بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تأجيل الزيارة التي كان ينوي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري القيام بها في المغرب. علمت أخبار اليوم المغربية من مصادر من السفارة الأمريكية أن جون كيري سيحل بالمغرب يوم الخميس 3 أبريل المقبل في زيارة عمل تستمر ليوم واحد، حيث سيغادر المسؤول الأمريكي يوم 4 أبريل. اليومية أضافت أن كيري يلتقي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة بن كيران ثم وزير الخارجية صلاح الدين مزور. نتحول مشاهدينا ضمن هذه الجولة إلى يومية أخبار أو الصباح التي تكتب تحت عنوان الوفاء إضراب الخبز يمكن أن ينجح في باريس. قلل محمد الوفاء وزير شؤون العامة والحكامة من أثر الإضراب الذي توصلت له الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات على مدى يومين. وقال المسؤول الوزاري في تصريح للصباح إن أسلوب التهديد لم يعد مقبولا في المغرب، مضيفا أن المغاربة تناولوا فطورهم بشكل عاد كما هو الحال بالغداء، واش سمعتي شي مغربي ما افطرش هاد الصباح بسبب الإضراب، مضيفا أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب وأن جميع المغاربة أفطروا في ظروف جيدة وسيتناولون غداءهم دون أن ينعكس عليهم الإضراب الذي دعت إليه الجامعة. ونتحول مشاهدينا ضمن هذه الجولة ونختمها من يومية الناس. وفي صحفتها الفنية قالت تحت عنوان دزم تتخلى عن شومشا وترفض موسما جديدا من برنامجها، وتكتب علمت صحيفة الناس أن لائحة المشاريع المقبولة لبرامج الموسم التلفزيوني المقبل لم تتضمن برنامج الطبخ شومشا الذي تقدمه شومشا الشافعي، وقد تم إقصاء البرنامج من اللائحة التي اختارتها لجنة الانتقاء البرامج والتي تقدمت بها مجموعة من شركات الإنتاج. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله.